طائرات شبحية أوروبية هذه المرة ظهرت وهي تحلق باتجاه الأراضي الإيرانية في ظل ترقب مستمر لضربة انتقامية إسرائيلية قادمة على العمق الإيراني. وتفاصيل هذه الطائرات أصبحت واضحة مما نشر يوم أمس من قبل القيادة المركزية الأمريكية التي نشرت هذه الصورة. وظهرت في هذه الصورة طائرة F-18 سوبر هورنت الأمريكية وهي تقوم بتزويد الوقود لأربع طائرات من طائرات F-35 الشبح. وطائرة F-18 هي فيها ويتواجد فيها خزان وقود إضافي يمكنها من القيام بعملية تزويد الوقود بهذا الشكل الذي نراه. المثير بهذه الصورة أن طائرات F-35 الشبح هنا هي طائرات إيطالية، وقالت القيادة المركزية الأمريكية بأن هذه الطائرات تابعة لحاملة الطائرات الإيطالية الهجومية ITS كوفور التي دخلت الخدمة في عام 2009 وتصل قيمتها إلى 1.3 مليار دولار. وهذه حاملة الطائرات والسفينة الإيطالية قبل 5 أشهر جاءت الأنباء وتحدثت بأنها متجهة إلى منطقة الشرق الأوسط. والأقمار الصناعية الصينية أظهرت بأن حاملة الطائرات ITS كوفور متواجدة هنا في البحر الأحمر كما نرى، وكانت برفقتها عدد من الفرقاطات والمدمرات. وبحسب هذه اللقطات والصور ظهرت آنذاك وهي متواجدة على السواحل أو بالقرب من سواحل المملكة العربية السعودية كما هو واضح، وبدأ ينظر لها وكأنها متجهة لمواجهة التهديدات القادمة من جماعة الحوثي في اليمن. لكن اتضح بأن تحرك هذه السفينة مختلف تماما، هي في جولة كبيرة للغاية باتجاه المحيطين، المحيط الهندي والمحيط الهادي، لمدة 5 أشهر. وبالتالي حاملة الطائرات كافور جاءت من أوروبا إلى البحر الأحمر إلى خليج عدن، اتجهت إلى المحيط الهندي وإلى شمال استراليا والمحيط الهادي، ثم اليابان، بعد ذلك إلى الفلبين، وبعدها عادت مرة أخرى إلى المحيط الهندي. ومن المفترض أن تنتهي جولة حاملة الطائرات كافور وأن تعود إلى أوروبا. البعض وجد بأنها من الممكن أن تقوم بكل هذه الجولة وتعود مرة أخرى لتستقر لمواجهة تهديدات جماعة الحوثي في اليمن، ولكن مع هذه الصورة اتضح بأن حاملة الطائرات هي لم تغادر إلى أوروبا وليست موجودة باتجاه جماعة الحوثي لا أبدا، بل هي لا زالت موجودة في منطقة الشرق الأوسط وباتجاه إيران خاصة. وأن طائرة F-18 سوبر هورنت التي رأيناها قبل قليل في هذه الصورة التي نشرتها القيادة المركزية الأمريكية هي طائرة دخلت أساسا لمنطقة الشرق الأوسط على متن حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة USS إبراهام لينكولن. وكذلك أن DVIDS التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية أكدت في الأيام القليلة الماضية بأن كانت هنالك مناورة بين إبراهام لينكولن وITS كافور التي نتحدث عنها في 18 أكتوبر كما تم الإعلان بهذه الطريقة. وكذلك أن إبراهام لينكولن أساسا في آخر تحديد لموقع حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة هي متواجدة هنا كما نلاحظ في بحر العرب، أي باتجاه إيران. وهذا كله يوضح بأن حاملة الطائرات إبراهام لينكولن كانت بجانبها وتقوم بمناورة معها مباشرة ITS كافور الإيطالية. وهذا يعني أن طائرات الشبح الإيطالية F-35 هي كانت تحلق بالقرب أو باتجاه إيران بشكل مباشر، وهذه الطائرات غير قادرة إيران أساسا على رصدها بالرادارات أو حتى التصدي لها في حالة اخترقت الأجواء الإيرانية لأي سبب كان. ولكن هذه الطائرات وحاملات الطائرات الموجودة في المنطقة والتحشيد العسكري الكبير هو لا يأتي من أجل توجيه ضربة مباشرة على إيران أو اختراق الأجواء الإيرانية، ولكن هو يأتي بسبب أن هذه الدول أوروبا والولايات المتحدة وغيرها ترى تماما بأن إسرائيل جادة في عملية الانتقام الخاصة بها، ويعلمون أن هذا السيناريو قادم ومن الممكن لإسرائيل أن توجه ضربة كبيرة باتجاه إيران. وبالتالي هذه الطائرات محتمل جدا أننا سنراها وهي تحلق فوق الأجواء العراقية. وتأتي طائرات KC-135 KC-46 من طائرات تزويد الوقود أو طائرة F-18 التي نتحدث عنها لتوفر الإسناد لهذه الطائرات في عملية تزويد الوقود، وطبعا يحلقون فوق العراق. لماذا؟ لأن إيران ليس لديها الكثير من الطرق لمهاجمة إسرائيل إلا عبر قواعدها الصاروخية المنتشرة تقريبا على طول الحدود مع العراق من أجل توجيه ضربة مباشرة على إسرائيل. وبالتالي هذه الطائرات تريد التحليق بهذا الشكل فوق الأجواء العراقية والأجواء السورية من أجل إفشال الهجوم الإيراني وردة الفعل الإيرانية المحتمل على ضربة إسرائيلية
قد تكون قوية للغاية كما تتحدث الأوساط الإسرائيلية، وبالتالي يفشلون الهجوم أو ردة الفعل الإيرانية من أجل الحفاظ على الوضع، لأن إيران إن نجحت هذه المرة بضرب إسرائيل بردة فعل على الضربة الإسرائيلية المحتملة، فهذا قد يعني ببساطة أن إسرائيل قد تنتقم بضرب المفاعلات النووية أو حتى المنشآت الحيوية مثل النفطية أو منشآت الغاز أو غيرها، وهذا قد يدفع إيران ببساطة إلى الذهاب إلى القنبلة النووية على سبيل المثال، ونصبح أمام التسلح النووي أو حرب إقليمية كبيرة. كذلك أن هذه منطقة نفطية مهمة للغاية للجميع، الخليج العربي بأكمله هي منصات وفيه الكثير من النفط هذه المنطقة، في حالة إن هذه الحرب تصاعدت وأصبحت الضربات في كل مكان وتعرقلت الحركة الاقتصادية بشكل عام، هذا سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير، وهو لن يؤثر فقط على الولايات المتحدة الأمريكية، لا بل إنه سيؤثر أيضا على أوروبا، بالضبط كما حدث مع الحرب الروسية الأوكرانية، ودخلت الولايات المتحدة وأوروبا بأزمة غاز وبأزمة طاقة وغيرها، وبالتالي هذه الدول تبحث عن عملية ردع أي هجوم، حماية المنشآت النفطية، محاولة ضبط الإيقاع، وأن تنتهي المسألة بضربة إسرائيلية بلا رد إيراني ناجح على العمق الإسرائيلي. وإسرائيل يبدو بأنها فعلا متجهة لتوجيه ضربة قوية، قناة قناة الثانية عشر العبرية كانت قد تحدثت وقالت بأن الضربة الانتقامية ضد إيران جاهزة، وظهر وزير الدفاع الإسرائيلي آف جالانت وهو يقف في قاعدة حتساريم التي تعتبر هي موطن طائرات F-15 الإسرائيلية، خلفه طائرة F-15 كما نلاحظ، ولاحظ ما الذي صرح به اليوم صباح هذا اليوم، قال بعد أن نهاجم إيران سوف يفهم الجميع ما تدربتم عليه. كذلك أن قناة كان العبرية كما نقل Open Source Intel نقل ببساطة بأن إيران أرسلت رسالة لإسرائيل في حالة اغتيال المرشد الأعلى الإيراني ردا على الهجوم الذي طال منزل بنيامين نتنياهو، فإن هذا الأمر سيؤدي في نهاية المطاف إلى ضرب كل المنشآت الحيوية الإسرائيلية من قبل الجانب الإيراني، أي هجمات على منشآت اقتصادية نووية عسكرية، وكذلك مهاجمة المطارات، وقد تكون إيران أكثر من قادرة على القيام بمثل هذه العمليات بغض النظر عما سيجري من هذا الصراع الكبير حاليا بسبب كل هذه التهديدات من إسرائيل إلى إيران، من إيران إلى إسرائيل، والتحشيدات الهائلة الموجودة في المنطقة. البورصة الإيرانية دخلت في مرحلة انهيار ليست بالطبيعية أبدا، هي مستمرة بالانهيار لليوم الثاني على التوالي، ووصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 17 عاما. وإسرائيل ليست منشغلة فقط في طبيعة الضربة التي تريد أن توجهها لإيران، لا أبدا، كل جبهة مستقلة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، وإسرائيل الآن دخلت في مرحلة جديدة فيما يتعلق بالغزو البري للبنان وفي مواجهة حزب الله اللبناني. يوم أمس هم أصدروا إنذارا لقرية الحوش التي تأتي باتجاه صور الساحلية على البحر المتوسط، ووجه ضربات كبيرة للحوش، وكذلك أيضا وجهوا انذارا اليوم وأمرا بالإخلاء للمواطنين المتواجدين هنا في صور، وأيضا وجهوا ضربات كبيرة لهذه المنطقة والمواطنين في صور، قد خرجوا تقريبا من صور بسبب نداءات الدفاع المدني بأن عليهم مغادرة هذه المنطقة، وهذه بعض الصور واللقطات لطبيعة هذه الضربات التي جاءت باتجاه صور، هذه واحدة من لقطات الدمار، دمار كبير منذ سنين طوال لم نرى مثل هذا الدمار الذي يأتي باتجاه صور. ونلاحظ هنا من خلال هذه الخارطة القادمة من معهد دراسات الحرب يوضح لك أن هنالك تقدما إسرائيليا في عدد من النقاط كما نلاحظ هنا باللون الأزرق، وأن هنالك تقدما واضحا وسيطرة من قبل الجانب الإسرائيلي على عيت الشعب على سبيل المثال، تقدم أيضا باتجاه هذه المنطقة ومارون الراس وكذلك ميس الجبل وبليدة بشكل عام. وهنا نلاحظ أن إسرائيل من خلال الضربات التي بدأت توجهها باتجاه صور والقرى المحيطة لها بأنها بدأت تستهدف عقدة المواصلات الموجودة هنا، مفترق الطرق الموجود باتجاه هذه الطرق، وهو الذي يوضح بأن الجانب الإسرائيلي يفكر تماما باستغلال هذه الطرق، حرب الطرق حربا مهمة أو حرب مهمة بالنسبة لإسرائيل، هي أنها إن وصلت إلى عقدة المواصلات هنا فإنها أيضا ستصل إلى نقطة ومفترق طرق مهم سيؤدي في نهاية المطاف إلى أين؟ إلى صور كما نلاحظ بشكل مباشر، وكذلك أنهم حتى هذه اللحظة يسيطرون على هذا الطريق وقطعوه كما نلاحظ، وهو طريق مؤدي أيضا باتجاه الطريق الذي يمتد على طول ساحل البحر المتوسط متجها طبعا
إلى صيدا إلى بيروت، وبالتالي بالنسبة لهذه الدبابات أيضا قد تتقدم من محور ثالث. وبالتالي نلاحظ من طبيعة التقدم الإسرائيلي هو يأتي لأخذ كل الطرق التي ممكن أن تؤدي إلى صور في نهاية المطاف. طبعا هذا الطريق هو سيستغل بهذا الشكل وبشكل أدق إلى صور، وبالتالي هذا هو الوضع الذي يبدو بأنه متجه تماما بالنسبة لإسرائيل للوصول إلى صور، لأن صور أساسا هي قريبة ونقطة مهمة للوصول إلى النهر الليطاني. وأساسا استهداف مثل هذه النقاط ومفترق الطرق المهم وعقدة المواصلات التي نتحدث عنها هو أمر معتاد عليه إسرائيل، وتحقق مثل هذه الاستهدافات أساسا ما خلف النهر الليطاني، تضرب مثل هذه النقاط لإخلاء المناطق من أجل التقدم مستقبلا باتجاهها. على سبيل المثال هذه ضربة جاءت باتجاه النبطية في كفر رمان تحديدا، وهذه النقطة إذا ما حاولنا أن نحدد الموقع بسرعة سنلاحظ أن هنالك عدد من العلامات المهمة للغاية، وهنا واضح بأننا أمام موقف طبعا للسيارات كما هو واضح، وكذلك نرى بأن هنالك عمودا أو خزانا للماء كما هو واضح، وأيضا هذه نقطة تأتي باتجاه هذا المبنى مقابله، وهذا هو الانفجار نتجه بالقمر الصناعي بسرعة الآن لكي نطلع على هذا الموقع. سنلاحظ أن النبطية طبعا بطبيعتها هي خلف بموقعها الجغرافي هي خلف أو شمال النهر الليطاني، هذه هي والنقطة تماما التي كانت قد استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي تأتي في هذا الموقع. تلاحظ كل شيء متطابق مع الصورة التي رأيناها قبل قليل، هذا هو الطريق أو موقف السيارات الواضح، وهذا هو الخزان للماء، وهذا يوضح تماما بأننا أمام نفس الموقع. وبالتالي طبيعة الانفجار الذي جاء هو جاء باتجاه هذه المنطقة، إحدى النقاط قد استهدفت، لكن المهم بهذه الضربة هي طبيعة المنطقة التي تستهدفها إسرائيل، وليست فقط أنها مواقعا أو نقاطا لحزب الله اللبناني. ضرب هذه النقاط، إخلائها من السكان، إخلائها كذلك أو ضرب جميع القدرات الخاصة بحزب الله اللبناني، هي أولا حرمان حزب الله من الاستفادة من تفرعات هذه الطرق بنقل الأسلحة وعناصرهم وغيرها، وكذلك البناء على أساس التقدم للوصول إلى مثل هذه النقاط المهمة للغاية للمدرعات للدبابات للجنود للحركة السريعة القادمة من قبل الجانب الإسرائيلي في حالة استمرت الحرب بالتوسع وذهبت إسرائيل ما بعد شمال النهر الليطاني. وبالتالي هذه مسألة ستكون مهمة هنا النهر الليطاني تقريبا بشكل تقريبي، وبالتالي مثل هذه النقاط تفتح الباب لإسرائيل لفرض ضغوط غير عادية على حزب الله اللبناني. وبالتالي نحن أمام فعلا جبهات ساخنة في كل مكان، وكل شيء يبدو مرتبط كما تتحدث العديد من التقارير بالضربة الإسرائيلية على إيران. قد نتجه إلى حرب إقليمية، قد نتجه إلى قرار إيراني للوصول للقنبلة النووية في نهاية المطاف، وقد تمتص إيران هذه الضربة.